لدى إشرافه بدار التجمع على أشغال المجلس الوطني لمنظمة طلبة التجمع، أبرز السيد محمد الغرياني الأمين العام للتجمع الدستوري الديمقراطي الدلالات العميقة للرعاية الرئاسية الفائقة بمختلف الشرائح الطلابية ودورها في تثمين الموارد البشرية وإعداد الأجيال الناشئة الإعداد الأمثل لمواجهة تحديات المستقبل وبناء مجتمع المعرفة على أسس ثابتة وسليمة تضمن لشباب تونس عوامل الاندماج في خصائص الهوية التونسية. ولاحظ الأمين العام أن الجامعة التونسية مزيد النجاعة وإعطاء رسالتها عوامل النجاح في بلوغ الأهداف الاستراتيجية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والتجديد التكنولوجي يقتضي تضافر جهود كل أطرافها ولا سيما طلبة التجمع من أجل دعم التفاعل بين المؤسسات الجامعية والمحيط الاقتصادي والاجتماعي وفضاءات العمل الجمعية والاتصالية ورفع مؤشرات الرقي المعرفي والتألق في الدراسة، وذلك في إطار رؤية مستقبلية رائدة يطرحها البرنامج الرئاسية معا لرفع التحديات. وعبر أعضاء المجلس الوطني لمنظمة طلبة التجمع من جهتهم عن التزامهم بمضاعفة الجهد لترسيم الخيارات الوطنية المرسومة في المجال التعليمي وفي سائر الميادين الأخرى، معربين عن اعتزازهم بالعمل من أجل تقديم المثال الحسن في ترسيخ مبادئ التغيير والتفاني في خدمة الوطن، كما أكدوا مجددا تعلقهم بالرئيس زين العابدين بن علي من أجل مواصلة مسيرة تونس المتألقة على جميع الأصعدة الحضرية والمجتمعية. لدى إشرافه بدار التجمع على أشغال المجلس الوطني لمنظمة طلبة التجمع، أبرز السيد محمد الغرياني الأمين العام للتجمع الدستوري الديمقراطي الدلالات العميقة للرعاية الرئاسية الفائقة بمختلف الشرائح الطلابية ودورها في تثمين الموارد البشرية وإعداد الأجيال الناشئة الإعداد الأمثل لمواجهة تحديات المستقبل وبناء مجتمع المعرفة على أسس ثابتة وسليمة تضمن لشباب تونس عوامل الاندماج في خصائص الهوية التونسية. ولاحظ الأمين العام أن الجامعة التونسية مزيد النجاعة وإعطاء رسالتها عوامل النجاح في بلوغ الأهداف الاستراتيجية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والتجديد التكنولوجي يقتضي تضافر جهود كل أطرافها ولا سيما طلبة التجمع من أجل دعم التفاعل بين المؤسسات الجامعية والمحيط الاقتصادي والاجتماعي وفضاءات العمل الجمعية والاتصالية ورفع مؤشرات الرقي